جميل. علي، بينك وبين فريق اليوتيوب مناوشات طويله اليوم، هل سيوجه علي الغامدي تهنئه وتحيه لفريق اليوتيوب على هالانجاز؟ طبعا التهنئه عن طريقنا احنا اصحاب هالانجاز، احنا ابطاله، احنا والنسخه السابقه. فريق اليوتيوب فقط فريق يواجه لقصقصه بعض المقاطع، يعطيهم العافيه بشكل مبسط. انا اقول مره صغيره، شكرا، الله يعطيهم العافيه. نقول هالانجاز يستمد قوتنا منكم ولكم، انتم فريق متكامل تستحقون الثناء. مناوشات بسيطه تصير بيننا وبينكم، لكن هي اخطاء فرديه تصير من اي شخص في مجال اعلامي وفي مجال عمله، لكن نقول شدوا على ايديكم ونقول الله يوفقكم ان شاء الله يا رب. لكن انا اخطيتوا، ترى ما من يرحمكم، حتى 2 مليار 3 مليار ما نبغى، ما نبي اخطاء، ما تشفع لكم. ما تشفع لكم، الخطأ ترى والله نسجل، ترى الايام الماضيه في 17 ألف خطأ، بس ما تجيب بعد الحفل، خلي بعد الحفل. حاتم اليوم